بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين
الله ينجح مقاصد الله يكسر العلاقات وراحتك قوي قوي الله يكسر المرح جميل. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. مطويات بيمينه. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب
وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها كلمة العذاب على الكافرين
الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرا تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربه يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب
اللهم صل على النبي. الله فيه لا حلاوه والله. الله الله يكرمك. الله يسيرك طول. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله شديد العقاب حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم شديد العقاب ذو الطول لا صدق الله.